في هذه البحيرة في النرويج تبدو الحرب في أوكرانيا بعيدة، لكنها بالنسبة ليهور وديما حاضرة هنا في مركز إعادة التأهيل. كلاهما فقد ساقه على الجبهة في أوكرانيا، ومع ذلك يخطط يهور للعودة إلى الحرب. لا أشعر بالخوف بعد ما حدث وما عايشته، ولن أرى أفظع منه إلا إذا فقدت طرفاً آخر، ذراعاً أو ساقاً، حينها سأفكر في الأمر مرة أخرى. عندما يعود يهور مجدداً، حينها سأفكر في الأمر. سيجلس واضعاً ساقاً معدنية فوق أخرى. هذه العبارات الساخرة بالنسبة لديميترو طريقة للتصالح الذاتي، وقد قرر عدم مواصلة القتال. مع مرور الوقت يعتاد المرء على الحياة المدنية. لدي ابن وأريد تربيته، وهناك ما يتعين علي القيام به. يجب أن نفصل أنفسنا قليلا عن الحرب. لكن يهور الذي يبلغ من العمر 20 عاما يرى حياته مرتبطة بالحرب. التقينا به للمرة الأولى في شهر مايو في شرق أوكرانيا. لابد أنه كان لغماً ضد أفراد من بين ألغام عديدة كانت منتشرة. انفجر في ولم أفهم ما حدث. نظرت إلى ساقي ولكني لم أراها. الجزء السفلي من ساقه لم يمكن انقاذه، وقضى 7 أشهر في المستشفى. يهور حصل على طرف اصطناعي تعلم به المشي، وخلافاً لنصائح الأطباء وتوسلات عائلته قرر العودة إلى الجبهة. هنا في النرويج يحاول المختصون عمل المزيد من أجله بطرف صناعي جديد سيمنح يهور مزيدا من الحركة. قدم هذا الطرف الاصطناعي أكثر مرونة، يمكنني من المشي، والعزل جيد يمنع الاحتكاك بالعظام. إنه رائع. يهور وديميترو سيقضيان 5 أسابيع في هذا المستشفى الذي يبعد 2 ساعة عن أوسلو. التواصل مع المرضى النرويجيين ودود رغم عدم إتقان اللغة. إنهما يشعران بالراحة. يبدو الأمر كما لو أن هناك عالمين مختلفين. رغم الحرب هناك سلام وكل شيء هادئ، وعلى الجانب الآخر فوضى عارمة. نسيان الحرب جيد لكليهما. في المستشفى يوجد الكثير لعمله كتمارين القوة واللياقة، كما أن المعالجين يلبون الاحتياجات الخاصة للجنود. من المهم لكبير السن أن يتمكن من الاعتناء بنفسه كالقيام بأشياء بسيطة كالذهاب إلى المرحاض والقدرة على صعود السلالم والتسوق، لكن في حالة الجنديين الأوكرانيين فالأمر يتعلق بكيفية تحركهما في الميدان. لهذا السبب اخترنا لهما تمارين أكثر تقدما. وما رأيته اليوم لا نفعله مع المصابين بالبتر العادي. يهور يظهر تحسنا سريعا، وديميترو ليس سعيدا بالطرف الاصطناعي الجديد. الطرف غير مناسب على الإطلاق. في البداية كان الأمر على ما يرام، لكن عندما وصلنا إلى المستشفى شعرت بألم في ساقي. الطرف الاصطناعي الأوكراني تم تعديله وهو أفضل، ويمكننا قضاء اليوم كله به. عملية جراحية أخرى قد تساعده كما يقول الأطباء، لكن ديميترو يريد أن يعود إلى وطنه ويستقيل رسميا من الجيش ويبحث عن عمل. في المقابل سيلتحق يهور مباشرة بوحدته في دونباس، وهو على اتصال دائم برفاقه وبوالدته. مرحبا. مرحبا. ما الجديد عندكم؟ عدت للتو إلى المنزل بعد انتهاء العمل، وقطفت الكرز، والآن أعد الطعام، وغدا سأعود ثانية إلى العمل. والدته كانت في البداية ضد التحاق ابنها الوحيد بالحرب. في غضون ذلك تعاملت الأسرة مع الأمر. إنه عنيد، وهكذا عائلتنا بأكملها، فالرجل لا يختبئ. وإذا كان هناك المزيد ممن هم كيهور وأصدقائه وإخوته، فسننتصر سريعا. بالنسبة لنا هو بطل ونحن ندعمه، ليس لدينا خيار آخر.
لدى ابنها خيار البقاء في النرويج والدراسة والعمل وبناء حياة جديدة، لكنه سيعود إلى أوكرانيا، إلى وطنه ورفاقه الذين لا يزال ييهور يشعر بالتزام تجاههم رغم كل التضحيات.